اول شيء هيدي الثروه مثل ما عم بيقولوا على السوشيال ميديا هني عن سقالي وعن تمسخر انه هيدي الثروه حطها جبران باسيل بالبحر. نعم هذه الثروه موجوده بالبحر طبعا من الاف سنين، وكان لبنان الرسمي بيعرف فيها بالحد الادنى من السبعينات ويمكن من ايام الرئيس كميل شمعون، وما حدا اجى قال انا بدي احطها براسي وانا بدي طلعها غير جبران باسيل. بتحبوه ما بتحبوه، شو رايكم فيه؟ في واحد بس كان سمير جعجع عم بنطنط المقدمات التلفزيونيه مدري شو عم يحكوا، كل هذا الهبل اللي نحن عايشينه، كان هو عايش 10 سنين عم بيقول انا بدي روح طلع الغاز. شو يعني بدي روح طلع الغاز؟ يعني كان عم يعمل قوانين، كان عم يعمل كل المعاهدات اللازمه، كان عم يجتمع مع كل الشركات الفرنسيه والايطاليه والالمانيه والنرويجيه، وكان عم بيشوف التجربه النرويجيه كيف طلعوا غازاتهم، كيف عملوا صندوق سياده، والتجربه السويديه، وكل هيدا 10 سنين كان هالكنا مؤتمرات صحفيه عم يحكي عن الغاز بوقت كل اللبنانيين عم يحكوا اخبار تاني. هذا الحق تبع لبنان باستخراج ثروته كحق اجت كرسته وزاره الطاقه بعهد جبران باسيل. هون بهذا الشق هذا لولا جبران باسيل نحن اليوم ما عم نحتفل. اللي عمل هذا الشيء اللي حطه على الطريق لملف الغاز اسمه جبران باسيل. بدي ارجع اقول شو ما كان رايكم فيه هيدي فاكت، هيدي ما فيكم تجوا تقولوا ايه ولا وغسان عم ببخر ومدري مين شو عم يعمل، هيدي حقيقه، هي الحقيقه براس اللبنان تكون واضحه، هيدا الشيء شيلوا حطه على الطاوله اسمه جبران باسيل بوزاره الطاقه. ولما كان التيار وانا من يلي كثير ناقشت خي شو بعد بدكم بوزاره الطاقه؟ لشو بدكم وزارة الطاقة طالما كل هالناس ما فرقاني معهم فرص العمل، ما فرقاني معهم الصناعة، ما فرقاني معهم السياحة والاستشفاء والتعليم، ما فرقاني معهم ولا شيء إلا قصة الكهرباء. ليش أنت يا جبران متمسك بالكهرباء؟ لأنك يعني مثل ما بتقول بالمقال بده طاقة مش موضوع كهرباء. قصة وزارة الطاقة هي للطاقة، هي للنفط وليست للكهرباء، هذا اللي كان الطموح والشغل ما بعرف شو. لكن إجا جبران باسيل وزارة الطاقة عملت كل اللي لازم ينعمل، خلصته حولته على مجلس الوزراء، كان رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي. لوطع سنة ونص ما مضي المراسيم أبدا، ما بيمضي المراسيم بيضل يأجل سنة ونص، راح من عمر اللبنانيين لحين انتخاب الرئيس عون رئيس. يوم انتخب الرئيس عون رئيس كان في كتير تحديات، كان في كتير اشياء في يعمل الرئيس عون رئيس. عون اجا قال انا اول ملف بدي اياه وبدي مرقه دون فيتو هو توقيع مراسيم النفط، وهذا الشيء اللي صار باول جلسه للحكومه بعقده للرئيس. هون اللبناني لازم يعرف هلا عروق كثير، لو مراسيم النفط اجت شركه توتال نقبت خلوها تنقب وتكفي شغلها، انت يا لبناني ما راحوا عليك مصرياتك بالبنوكي. نحن ما مرقنا بازمه اقتصاديه، نحن لو نقبنا في توقيت التنقيب بالتوقيت المناسب لو تم الشغل نحن تجاوزنا ازمتنا الاقتصاديه بشكل كامل. ما مرقنا بالوقعه اللي نحن وقعناها، نحن وقعنا هذه الوقعه لانه في حدا منع شركه توتال من التنقيب. اذا انت اليوم كلبناني بكامل عقلك عندك عقل براسك، ما عندك فراغ بيعبوا لك إيه كل واحد شو ما بده على تويتر، اذا عندك عقل براسك هذا العقل بيقول لك لو نحن نقبنا عن الغاز نحن اليوم ما مرقنا بازمه اقتصاديه. منعوا شركة توتال من تنقيب على الغاز مش ميشيل عون، ميشيل عون عمل معركة شركة توتال تنقب عن الغاز حتى انت ما تنهار اقتصاديا. في واحد منع شركة توتال، هيدا اللي منع شركة توتال هو الفواتك بالحيط، هو اللي خلى الانهيار الاقتصادي الكبير يصير. لكن اجا الرئيس عون عمل مراسيم النفط، نحن صار عندنا حق مكرس، هذا الحق ما فيك تاخده اذا ما عندك قوة. القوة كانت هي بقوة حزب الله بانه نحن، لانه كمان انا هون بدي اقول لك معلومة هلا، نحن مخلصين ترسيم من 6 شباط 2022 ومن 6 شباط 2022 روحوا اسألوا أصحابكم الأمريكان من التقى جبران باسيل ومن اتصل بجبران باسيل ب 6 شباط 2022. من؟ لا خلوهم يسألوا. لا ضل ما عندك المعلومة. من؟ أبدا هن عندهم أصحابهم بالسفارة وأصحابهم مخبرينهم إنه هن بحبوهم وجبران باسيل بدهم يعملوا يسووا فيه. خلوهم يسألوا أصحابهم شو صار ب 6 شباط ب 5 شباط وب 6 شباط. جبران باسيل مع مين حكي يومتها؟ مين حكي من الإدارة الأمريكية مع جبران؟ بيومتها نحن اتفقنا على قانا مقابل كريش. إجا الأمريكي أخذ، لكن أنا عندي حق آخده بالمراسيم، صار عندي كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء هذا كله وصولا إلى التفاوض. جينا اتفقنا على قانا مقابل كريش، أخذ الأمريكي، نحن كنا متفقين إنه بيطلع بسبعة شباط بيقول نحن اتفقنا. بياخذ هول المراسيم بضبهم بالجارور. بضبهم بالجارور يا إسرائيل كفي شغليك. منيح هول ما فيهم يطلعوا غازاتهم خلاص من لو طيع منطير المباحثات. طيب اجت المسيرات واجا هوكشتاين بوقتها وهيدي الضحكه الشهيره كان مقابل كريش اخذ بالضحك كل هيدا الشيء العجنه. اجت المسيرات من بعد هيدا الشيء قوه لبنان لتقول لا
نحن إذا أنتم بتكون تنقبوا نحن بدنا ننقب. تم تطوير من قانا مقابل كريش إلى تنقيب في كريش مقابل تنقيب في قانا. يعني نحن ما عم نعمل اتفاقية ترسيم اليوم، نحن عم نعمل اتفاقية تنقيب بتفاصيل الاتفاقية، هي مش ترسيم، هي تنقيب، هي نحن مننقب بهذه المنطقة وأنتم بتنقبوا بهذه المنطقة، وتنقيبكم مربوط بتنقيبنا. لهيك قبل الاتفاق اجي مدير شركة توتال تيقول نحن راجعين على الشغل، نحن خصصنا الموازنة الخاصة بالشغل بلبنان، نحن حنرجع على الشغل بلبنان. لكن هذا الحق الذي تم تكريسه عبر الدولة اللبنانية من وزارة الطاقة إلى الرئيس عون بمجلس الوزراء، هذا حق، هذا الحق ما كان ليؤخذ لولا القوة. بالمقالة أنا بشير للرئيس عون بيقول أمام جبران باسيل وعدد من الناس أنه نحن أمام فرصة تاريخية للانتهاء من المقولة اللعني مثل ما هو قال، قوة لبنان بضعفه، قوة لبنان في ضعفه. وبيقول أنه الأمريكا والسائل ما بيفهموا إلا بمنطق القوة. نعم. وأن الحق وحده لا يكفي، لابد أن نكون أصحاب حق وأقوياء لنحقق الطموح. أوكي. ليك جورج هون الأساس كتير بهذه المعادلة يلي رجع قال الرئيس هون، نحن اليوم عندنا فرصة تنقول قوة لبنان في قوته. نحن أجوا تيقلوا لنا إذا بده يكون في رئيس قوي لبنان ضعيف، إذا بده يكون في لبنان قوي بمقاومته بالسلطة، هذه الثنائية تبعت ميشيل عون وحزب الله يكونوا هني القوية اليوم، لبنان قوي بالسلطة أنتوا ضعاف وأنتم مبهدلين وما في ازدهار وما في كهرباء وفي أزمة اقتصادية وفي نحن عم نقول اليوم هذا لبنان القوي قادر يكون قوي ومزدهر اقتصاديا وهيك وهيك وهيك. أنا قبل ما نروح بالسياق تاخد مداك بالأسئلة بدي أقول للناس ما تحتفلوا، نحن اليوم نص احتفال، نحن اليوم أنهينا نص معركة، في معركة تانية. شو هو نحن اليوم التاني؟ نحن اليوم أخذنا حقنا بالتنقيب عن الغاز، بكرة المتضررين حيرجعوا يلعبوا تظاهرات، حركة مجلس النواب لتظاهرات ب17/20 لأنه معتبرين الاتفاق هو اتفاق عار وإذعان وإلى ما هنالك، تظاهرات، حركات بالشارع، تمويل يمين شمال. هل في كتير دول بتقبل بلبنان دولة نفطية؟ أنا بقول لك لا. هل لبنان القوي مسمح له يكون مزدهر؟ لا. هل لبنان برئاسة ميشيل عون بالتحالف مع حزب الله قادر يكون مزدهر؟ هذا التحدي اللي نحن رايحين لإله. نحن اليوم أنهينا معركة، في معركة تانية اسمها استخراج الغاز. وأنا هون دغري بدي أقول لك، شركة توتال اليوم عندها عقد بمدة زمنية، خلال هذا العقد توتال نقبت أهلا وسهلا، توتال ما نقبت سيكون هناك شركة لبنانية بمعدات إيرانية أو روسية أو من أي دولة بالعالم أو هندية، وهذه الشركة اللبنانية حتنقب عن الغاز. هذا على كل حال هذا بده جملات دعا لتأسيس الشركة الوطنية للنفط والغاز. هلا وليد شملاط بالغاز هذا امبارح كان في وليد واضحه له بهذا المجال، بس اللي عم تحكي انه بادوات ايرانيه وادوات روسيه وادوات هنديه، يعني اذا توتال ما نقبت ما بلشت العمليه. انا اقول اليوم نحن اليوم خلصنا معركه، هذه معركه اساسيه ومهمه، في معركه ثانيه اسمها التنقيب. المعركه الثانيه اللي اسمها التنقيب بدها اراده سياسيه، بدها رئيس غير خاضع وغير مزعن وغير مثل الاسامي المطروحه، رئيس قادر يواجه ويقول انا بدي نقب عن الغاز، مثل الشيء اللي عمله جبران باسيل لما كان وزير طاقه، يجي رئيس من هذا النوع يقول انا بدي نقب عن الغاز ما بدي استسلم، ويروح يقول كيف بدنا نطلع هذه الثروه بالبحر. وهون هول هلا اللبنانيه المبسوطين، بدكم ازدهار بدكم غاز، بدكم غاز بدكم رجال، ما بدكم نق على التلفزيونات وتفلسف والهبل يلي عم تنهبلوا، بدكم تطلعوا من ازمتكم الاقتصاديه، وقفوا تلييك وتزقيف واخذ مشاعر وتقبلوا بكل اللي يلحقكم، بدكم غاز روحوا عملوا المعركه اللي بتخليكم تطلعوا الغاز، روحوا فتشوا مين القادر يقول انا بدي طلع غاز وقولوا نحن معه لهذا الزلمه.